مشاهدينا ننتقل معكم الآن لمتابعة افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور بقصر المنسترلي بالقاهرة. ذوي القدرات الخاصة أهلا بكم ودمجهم في الفعاليات مع باقي المشاركين من مختلف الدول وكذلك أطفال 57-357 أهلا بكم. لا يمكن أن أهي كلماتي من دون أتوجه بالشكر لكل من قدم وقت وجهد لإنجاح هذا الحدث. معالي وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط ووزارتها الموقرة والهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة السيد المهندس أحمد يوسف والسيدة عزة خليل مدير إدارة السياحة المحلية. معالي وزير الشباب والرياضة أستاذ دكتور أشرف صبحي شكرا لتواجدكم معنا وتعاونكم الدائم. تحية خالصة للدكتورة أمل وكيل أول الوزارة في وزارة الشباب. أما بقى ابنتي وصديقتي وحبيبتي معالي وزيرة الثقافة، على فكرة أنا بقول كده لأن هي سندي، أنا بعتبرها سندي، دكتورة إيناس عبد الدايم أخجلتيني بكلماتك، حضرتك سند حقيقي لي شخصيا. شكرا لمعالي وزير الآثار دكتور خالد العناني الذي استضاف الافتتاح بهذا الصرح الذي يقف الرأي أمامه في ذهول ليرى العالم أجمع إحدى تحف تراث مصرنا الحبيبة. كما أتقدم بالشكر للهيئات والقطاعات الحكومية ومعالي سفراء الدول المشاركة ومراكزها الثقافية ومحافظة القاهرة. وأخيرا أتوجه بشكر خاص جدا لمعالي سفير مصر بجنوب أفريقيا، يستاهل ده لأن أنا كنت في كارثة من يومين مش عارفين ناخد فيز، بس هو عملها في 24 ساعة وبدون مقابل، فشكرا له. ولمعالي السفيرة منى عمر سفيرة مصر السابقة لجنوب أفريقيا شكرا، بيقدموا مواقف إنسانية على فكرة وفي نفس الوقت مواقف مهنية وده بيحصل في الأوقات الحرجة. شكرا لأولادي المجموعة اللي بتشتغل معايا أجمل مجموعة عمل بتساندني بس حبا في بلدهم، فشكرا لكم. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. هنقول بس كلمتين كده بالانجلش عشان الاجانب بس. Dear guests and excellency from China, Africa and Arab countries and Egypt. Once again we cross over our difference of time, place and language and unit here in the name of Oz on the land of Egypt. Together we celebrate the third edition of the Afro-Chinese Arts and Folklore Festival. In the same language of Oz, we also celebrate the centenary of a milestone in the modern history of Africa, a symbol of unity, equality, justice, and humanity, Nelson Mandela. I would like to extend my thanks and appreciation to all partners in success. Her Excellency Dr. Rania El-Mashat, Minister of Tourism, His Excellency Professor Ashraf Sobhi, Minister of Youth and Sports, His Excellency Dr. Inas Abdeldaim, Minister of Culture, who has with her a committed team and all sectors, His Excellency Professor Khaled Al-Anani, the Minister of Antiquities, who hosted part of the festival program at some of Cairo's most remarkable spots. Ambassador of the participating countries and the governmental entities, Cairo governance, the dear friends of the private sectors, and my sincere thanks to Egypt's current ambassador of South Africa, former ambassador Mona Omar, for all their efforts in the love of Egypt. Thank you to my team. Thank you so much. You are my devoted work team. Thank you. Thank you, everybody. I'm sorry. والآن
مع كلمة معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. His Excellency Professor Ashraf Subhi, Minister of Youth and Sports. مساء الخير جميعا. مساء الخير جميعا. سيدنا في الحقيقة دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، معالي الدكتورة إناس عبد الدايم، وأنا دكتور أشرف صبحي، إن احنا موجودين بنشارك بعض في هذا الحدث اللي بعتبره من الأحداث المهمة جدا 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 في الحياة. هو مهم ليه؟ مهم لأنه هو بيربط ما بين أكتر من حاجة بتعبر عن مصر، بتعبر عن قوتها الناعمة الدايمة، الفن والثقافة. في الحقيقة الفن المصري تاريخه الكبير، لو عددناه في السينما فيما قبل 1924، فيما قبل 1924 من السينما الواقعية كمال سليم وامتداداتها المختلفة، الفنون والثقافة في تعددها الكبير. في الحقيقة القامات اللي موجودة النهاردة اللي شفتها افتكرت حاجات كتير جدا عن الفن المصري. يمكن هتكلم من اللي قاعدين قدامي، القامات الكبيرة، أستاذ محمود قبيل، دكتور عزت أبو عوف، فرقة الفور إم اللي تمتعنا بيها في الثمانينات وقلنا قد إيه طورت وعملت حاجات كتيرة جدا، فاحنا بنتذكرها. وعلى المستوى الشخصي ياما تمتعت، ففي الحقيقه انا مبسوط جدا ان انا شفتكم النهارده جدا. استاذ هاني شنوده مطور الفكر والمتعاون الدائم معانا وزاره الشباب والرياضه، نشكر حضرتك. وبعدين لما نروح شويه كده هنلاقي حاجه تقيله جدا جدا، ازاي يكون موجوده الاستاذه سميحه ايوب وما نسقفش كتير كتير. أستاذة مديحة حمدي أهلا وسهلا، وغيرهم من الفنانين الكبار والسادة العلماء اللي موجودين أيضا. القوة الناعمة المصرية لازم نتباهى ونفتخر بيها. القوة الناعمة المصرية دخلت كل مكان في الشرق الأوسط. طبعا المهرجان حتى في انتقاء المكان العظيم اللي بيعبر عن الايجيبشن ليجاسي والهيريتج الكبيره المصريه، هذا القصر الهائل اللي فيه في مصر زيه كتير كتير اللي بيعبر عن تراثنا وقوتنا الكبيره. في الحقيقه لما بنجمع ده وبنقول بنخاطب الشباب، مش بنخاطب بس شباب مصر، ده احنا بنخاطب شباب العالم. لو ضمننا ان الفن والثقافه في عقل الشباب المصري، هنضمن قيم سامية، هنضمن ازاي نتعامل مع الاخر، هنضمن ازاي نواجه التحديات، هنضمن مصر القوية اللي بيقودها في العصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا العصر القوي الحديث لمصر. مصر افريقيا، مصر وافريقيا مع الصين، النهاردة في هذا المؤتمر وهذا الافتتاح اللي ايضا لم نتغافل في هذا المهرجان والطبعة الثالثة، الطبعة الثالثة اللي بيتضمن وتضمنه 19 دولة افريقية، و 19 دولة افريقية النهاردة لم يتناسوا ذكرى المائة عام لنيلسون مانديلا هذا المناضل العظيم الافريقي. تحية باسم هذا المناضل. وزارة الشباب والرياضة بيسعدها ويشرفها ان هي تتعاون وترعى مثل هذه الاحداث وتتعاون مع السيدة وزيرة الثقافة. وزارة الشباب والرياضة والثقافة دورهم الكبير الحيوي ان شاء الله موجود دايما، موجود دايما بالتعاون مع الفن وفنانين مصر الكبار في كل مكان وكل مجال. وبشكر الاستاذة سهير اللي في الحقيقة روحها وادائها
وحاجات كتير مش هقدر اوصفها، لكن بشكرك وان شاء الله دايما تقدم لمصر، تقدم لادائنا الثقافي والرياضي. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والان مع كلمه معالي وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم. Her Excellency Dr. Ines Abdelday. مساء الخير معالي وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أستاذ الدكتور زاهي حواس، السيدة الأستاذة سهير عبد القادر رئيسة المهرجان، السادة الفنانين الزملاء وأساتذتنا الكبار، السادة السفراء الحضور الكريم. يشرفني أن ألتقي معكم اليوم في افتتاح أحد أهم المهرجانات التي تحتضنها مصر وترعاها وزارة الثقافة. فاليوم هو موعدنا السنوي مع مهرجان الفنون والفولكلور الأفرو الصيني. ومن دواعي سعادتي أن المهرجان أصبح في دورته الثالثة، وهو يسعى إلى زيادة التقارب والتواصل بين دول القارة السمراء والصين وتنمية التعاون الثقافي والفني بينهما. نعيش معا لحظة من أروع اللحظات في تاريخنا الثقافي الحديث، حيث نستمتع سنويا بالمهرجان الذي يقدم مزيجا بين فنون وفولكلور أقدم قارات الأرض، قارتي أفريقيا وأسيا. ويأتي هذا الحدث الفني الكبير بالتزامن مع احتفال إفريقيا والعالم بالذكرى المئوية لميلاد نيلسون مانديلا. فالمهرجان قد أعاد الاهتمام بفنون التراث والفلكلور الإفريقية والصينية التي تفوح منها عبير ونسمات الفنون الراقية التي تسمو بالروح وتعمق الوعي. وختاما أؤكد ثقتي في قدرة المبدعة سهير عبد القادر رئيسة المهرجان ومعاونيها على استثمار هذا المهرجان الدولي الكبير بأفضل ما يمكن ليبقى منارة دائمة العطاء لشعبنا الكريم. وأوعدك يا أستاذة سهير يا عظيمة، إن شاء الله المهرجان هيكون السنة الجاية تماما وزارة الثقافة بإذن الله، مع طبعا جميع الوزارات الأخرى. وشكرا لكم.